ما حكم زيارة الأماكن التي فيها آثار للنبي صلى الله عليه وسلم كغار حراء وثور؟ ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور هذه الغيران ولا أصحابه ولا القرون المفضلة، زيارتها بدعة، زيارتها بدعة وإحداث لشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.